فاضل وصف نايم عن نهار يا ابو فاضل ما وصل لك الخبر ابحاوي حسين يا ضي يا قمر نايم على خفاف الشريعة أني اختك زينب الحر الوديعة جيت أخبرك عن تفاصيل الفجيعة ذبحاوي حسينة يكبع الذبحة رضيعة ذبحة رضيعة لو تنظر من ذبيح وبصدر طفلة لو تنظر العطش غير لشكله حاله يصعب يا ابو فاضل حاوي حسين يا ضي ضامي مفتوت الحشا قلبتي فطار جم رموح بيه انغرس ودموم فجار جبهتي صكها حجر وعظمتي كسار تسمع أكثر وحدة حاير ما يشوف الدم في عينه وحدة حاير والحجر هشم جبينه وعزمه انهار يا ابو فاضل يا ابو فاضل وصف نايم عن نهار يا ابو فاضل ما وصل لك الخبر ضاع حوالي نزع وصعوب من صدره يطلع شال بالقوة وخرس ظهرتي قطع صدره ميزة بالدماء أمواجة تنبى بالثار طاح قاسي أبو الخير جرحة بالثار طاح والشمير ناوي ابو فاضل حاوي حسين
الشيمي وتولى امره داس بين على الرجس وتعلى صدره اثنى عشر ضربة ضرب خيك في نحره قطع وداجة وفصل راسه يا حسرة وحسينا ضامي مذبوح بالثارة جثة رومية ضامي مذبوح راسه فوق السامهارية يمزي في دموع يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل واسفنا النهار يا ابو فاضل يا ابو فاضل ما وصل لك الخبر على تلقان ذرة ومني الدمع سيل عشرتي خيول بحوافر راوت الويل ويل بالثارة أضلاعات يتحرك مني مني الخير بالحوافير تنكسر اضلاع واسمع بالحوافير انطحان جسمه وتوزع في التراير يا ابو فاضل